أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم مرآة الدوري. تفرغ زينة يعبر الوئام بصعوبة. الشرطة تكتسح الدز بخماسية نظيفة. دربي العاصمة الاقتصادية يبتسم لسنيم كانسادو. وفي فقرة ضيف مرآة الدوري، بوهو المرابط يبرز أسباب تراجع نادي تشجع هذا الموسم. اختتمت أحداث الجولة الثامنة من الدوري الموريتاني لكرة القدم سوبر دي آه، والتي شهدت في يومها الأول مواجهة الجيش وتشجع، حيث تمكن أبناء المخضرم برامجي مدرب نادي الجيش الوطني من تحقيق أول انتصار له في البطولة على حساب نادي تشجع بنتيجة 3 أهداف لهدفين. تشجع كان سباق للتهديف من مرتدة سريعة عن طريق المهاجم الشيخ محمد، ليعادل اتيام أمد النتيجة للجيش من علامة الجزاء. ومن ضربة فرة عزز سالي سار النتيجة لنادي الجيش بهدف ثاني قبل أن يعود اتيام ليضيف الهدف الثالث لنادي الجيش. نادي تشجع قلص النتيجة بعد ذلك عن طريق الشيخ محمد لينتهي اللقاء بهذه النتيجة. بهذا الفوز رفع الجيش الوطني رصيده إلى 8 نقاط، في حين تجمد رصيد نادي تشجع عند النقطة 7. وفي مواجهة أخرى فاز نادي الكدية من الزويرات على مضيفه نادي الحرس الوطني بنتيجة 2-0. نادي الكدية افتتح التسجيل عن طريق مهاجمه محمد محمود المعطى في الشوط الأول من المباراة، ليعزز الشيخ حطاب النتيجة بهدف الفوز في شوط المباراة الثاني. وبهذه النتيجة يرفع الكدية رصيده إلى النقطة 14، في حين تجمد رصيد الحرس الوطني عند النقطة 6. وفي اليوم الثاني من نفس الجولة اكتسح نادي الشرطة الوطنية بقيادة المدرب المصري شبانة نادي الدز بنتيجة ثقيلة قوامها 5 أهداف نظيفة. أهداف الشرطة تولى على تسجيلها كل من بيليل محمد نوح ومامادو واد وباموسى خالدو وحضرامي أرضا، ليعود بيليل محمد ويختتم مهرجان الأهداف قبل صافرة النهاية بلحظات. بهذا الفوز العريض رفع نادي الشرطة الوطني رصيده إلى النقطة 9، في حين تجمد رصيد نادي الدز عند النقطة 5. قمة هذه الجولة احتضنها ملعب شيخ أبيدية، وقد جمعت بين تفرغ زينة وضيفه نادي الوئام الكونكورد. قمة أوفت بكل الوعود، حيث تمكن نادي تفرغ زينة من الفوز بصعوبة على نادي الكونكورد بنتيجة 2-2. صنبا عبد الله افتتح النتيجة مبكرا لتفرغ زينة بطريقة جميلة، بينما أهدر مهاجم الكونكورد فودي تراوري ضربة جزاء كانت كفيلة بإعادة المباراة لنقطة 0. وبعد محاولات عديدة استطاع مهاجم نادي تفرغ زين السنغالي الحسين كامارا من تعزيز النتيجة بهدف ثاني لنادي. وفي اللحظات الأخيرة من المباراة سجل فودي تراوري هدف الكونكورد الوحيد. هذه المباراة شهدت إشهار البطاقة الحمراء في وجه تقي الله الدنا قائد نادي تفرغ زين. وبهذه النتيجة رفع نادي تفرغ زين رصيده إلى النقطة 19 متربعا على صدارة الدوري مؤقتا، بينما تجمد رصيد الكونكورد عند النقطة 7. وفي الملعب البلدي بكيهيدي حل نادي جاهة من الميناء ضيفا على نادي كيهيدي. هذا اللقاء انتهى بالتعادل السلبي، تعادل رفع رصيد جاهة إلى النقطة 13 ورصيد نادي كيهيدي إلى النقطة 7. وبالعودة إلى العاصمة نواكشوط، استقبل العميد الأكثر نادي نواكشوط كينغ في لقاء احتضنه ملعب شيخ أبيدية، حيث تمكن أبناء بابسيك من تحقيق 3 نقاط ذمينة بفوزهم على الأكثر بنتيجة 2-0. المهاجم سيدي تود افتتح النتيجة لملوك العاصمة لحظات قبل نهاية الشوط الأول، وفي الشوط الثاني ضاعف عمر صنبا النتيجة بهدف ثاني من ضربة حرة مباشرة. بهذا الفوز رفع نواكشوط كينغ رصيده إلى النقطة 14، في حين تجمد رصيد الأكثر عند النقطة 10. الجولة اختتمت بمواجهة الغريمين سنيم كانسادو وجاره البرتقالي أفسي نواذيبو في دربي العاصمة الاقتصادية بالملعب البلدي بنواذيبو. هذا اللقاء شهد أول خسارة لبطل الدوري أفسي نواذيبو في هذا الموسم بنتيجة 0-0، وقعه مهاجم سنيم كانسادو ميرينيال. خسارة تجمد عندها رصيد البرتقالي عند النقطة 16، في حين رفع نادي سنيم كانسادو رصيده إلى النقطة 10. وفيما يلي ترتيب الدوري الوطني بعد انتهاء الجولة 8. في هذه الحلقة كان لنا لقاء مع اللاعب السابق ومدرب نادي تشجع حاليا أبوه المرابط، نشاهد.
الفريق اللي يتغير فيه اكثر من عدد نصه يعود الابدال ومتاقلم جديد الابدال فيه ياسر من اللاعبين طارين الابدال متناسق بيناتهم ودائما يقبل وقت نعرف انه طبيعي انه المرحله نعود في هذا الموقع ان شاء الله مع الوقت تتحسن شوي شوي الفريق ويرجع للبلاصه اللي تعود فيها ان شاء الله نعرف انه اي سنه تعود اصعب شوي بها اللي فيها مده لابد تقبلها الوقت التناسق بين اللاعبين كاملين يقر دائما عندنا ان اكثر ما اطول اكبر مرحله نقدر نلحقها ان شاء الله وهي اللي عود هدفنا بها البطولة الوطنية ما شاء الله من لها مواسم 4-3 ما شاء الله في تحسن كل مرة في أحسن أول شيء تخممت فيه أن تأهل البطولة قلت لها البطولة اللي تعود دوري إنجليزي آخر به اللي مد أول مرة تتأهل كأس إفريقيا واللاعبين كاملين مرشحين أنهم يعودوا بالفريق الوطني معناه أنه كلها اللي يعود عنده موتيفاسيون حافز كبير انه يختار يشارك في الكن وشاك انه الى ما زادت حتى انه على الاقل دور تحسن من مردوديه اللاعبين وذاك يزيد من البطوله تحسينها به اللي يعود كلها عنده طموح انه يعود في الفريق الوطني لكنه يمثل الفريق الوطني في الكن. تمنياتنا بالتوفيق لابوه المرابط مدرب نادي تججه. الآن مشاهدينا الكرام نتابع أبرز مواجهات الجولة 9 من الدوري الوطني. ختاما اخترنا لكم مشاهدينا أجمل 5 أهداف من الجولة 8. الترتيب النهائي يعود لكم عبر التصويت من خلال الرابط الظاهر على الشاشة. خياراتكم مشاهدينا الكرام تعرض في الحلقة القادمة من هذا البرنامج. إلى اللقاء.